بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول عسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. حبيباتي، اليوم حنحضر معكم هذا الطبق التقليدي اللي مشهور في المغرب العربي كافة وفي الجزائر خاصة. هو طبق تاع الطعام بالفول والجبانة، بزاف بنين خاصة بزيت الزيتون. واش نقول لكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. كيما راكم تشوفوا الطعام راه على حبة، ويجي خفيف وما يدركمش في ليستومون، بس كان يطيبوه يابس ويضروا، الله المستعان. اذا حبيباتي، قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا، فضلا وليس امرا، ندعموا القناه تاعي بجيم كومونتير واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجيو قناتي مع احبابكم، عائلتكم، صحابكم، الناس اللي تحبوهم ويحبوكم، باش تشجعوني ونواصل معكم بفيديوهاتي ووصفاتي. اذا حبيباتي، بدون اطاله، يلا نبداو على بركه الله في التحضير، لانه المقادير راكو كامل عارفين بها. هنا يا حبيباتي شوفوا الطعام تاعي، خديت الكميه تاع على حسب افراد العائله. دوك هنا شللته مليح وكامل وقطرته كاع من الماء ديالو، ونخليه هكذا في الجفنه تاعي حتى يتشرب هذاك الماء ويولي اعلى حبه، ومن بعد نروح نديرو يفور. اذا هنا يا حبيباتي، بسم الله، حطيت القدره تاعي والكسكس فوق النار. الوغ دوك هنا راني نحط في الطعام تاعي، تفور التفويره الاولى فوالا، ونخليه يفور عادي. هنا يا حبيباتي، بعد ما تفور لي، نعطيكم برك تدبيره ولا ناستوس باش ما يلصقش الطعام في الكسكس تاعكم. شمخوه هو داخل الكسكس، ومن بعد قلبوه على الجفنه تاعكم فوالا. بسم الله، وهكذايا، وهاي لك حاجه ما تقعد في الكسكس كلش يحبط. هنايا ندير الملح، بالكو تغلطوا في الملح باسكو الطعم يقدر يخدعكم، يخرج مالح يبان فيه الملح بزاف. الوغ هنايا نزيد عليه الماء، انا نشمخ بزاف طعم تاعي باش يخرج لي طري. على كل حال جامي خدعني، توجور يخرج لي على حبه، لله الحمد. فوالا، شغل ما يتعجنش. هنا حبيباتي راه سخون، واش نقول لكم، يدي هنا طابو وتحرقوا. بصح كيما يقولوا العجايز تاع بكري، كانوا يقولوا بلي المراه اللي تحمل السخانه تاع الطعام ولا هي تحمل السر وتحمل الهموم، ربي بعدهم علينا ويرفعهم على المؤمنين. فوالا، يعني يقولوا هكذايا العجايز من ساعه الزمان. فوالا، وهنايا نخليه يتشرب الماء هذاك بعد ما شمخته مليح. نطمو كيما راكو تشوفوا، ونخليه دو كوتي، ونروح للفول تاعي باش نربح الوقت. هنايا الفول تاعي بعد ما قطعته وغسلته مليح، هنا دوكا راني نديرو يتفور. فوالا، نحطو كامل، ونحط فوقو الجلبانه. دوكا هنا راني ندير في الملح، ونعطيكم تاني تدبيره أشتوس واحد اخرى باش يطيب رابيدمون. على بالكم الفول يطول شويه باش يطيب بالخف، حكموا الساشي هذاك تاع الخبز اللي نشرو فيه الخبز ولا ساشي اليمونتير، المهم حاجه غذائيه. شلوها مليح، لازم يكون نقي، وحطوه فوق هكذا في الكسكس تاعكم، دخلوه هكذايا وديروا الغطاء، تحرفوا تمتم يطيب، ما بيد ينشف هذاك الطعام كامل، يكون هذا خلاص طاب. فوالا، دوكا عاودت رجعت لهداك الطعام تاعي، دهنت يدي برك بشويه زيت، وراني هكذا نخلط هكذايا فيه. دوك نعاود نرجعو يتفور التفويره الثانيه والاخرى، وهنا الفول تاعي خلاص طاب. سما نحي الفول وندير طعام يطيب هكذا باش تربحوا الوقت تاعكم، وفطوركم يوجد في دقيقه، صدقوني غير في نص ساعه طاب كلش. على بالي بلي ما تامنونيش، مي سي لا فيريتي والله، باسكو درتو مزروبه. هنايا طاب لي خلاص الفول، عاودت رجعت الوسمو لهاد الطعام، راني حطيته هكذا من الفوق ودهنت. فوالا، دوكا هنا ندير من الفوق زيت الزيتون، كاين اللي يحب زيت الزيتون، كاين اللي يحب السمن، كاين اللي يحب لا مارغرين، كيما حبيتو كولو، بالصحه والراحه ليكم. انا كيما قلت لكم، طعام بالمرقه نحبوه بالسمن ولا بلا مارغرين، صح المصفوف نحبوه بزيت الزيتون، يجي روعه ولا اروع. دوكا هنايا درت اون تري تري بون كونتيتي دويل دوليف، كميه مليحه ما شاء الله تاع زيت الزيتون،
ونخلط مليح. شوفوا هذه الوصفة عطيتها خاصة للمبتدئات ولا العرايس ولا البنات اللي ما يعرفوش كيفاش يحضروا المصفوف لا الطعام، سيختو البنات اللي على بالي بلي يتلقاو بزاف صعوبات. الوغ انايا راني عاونتكم بهذه الوصفة، ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتقدروا تجربوها وتنجحوا فيها. اذا حبيباتي هوليك المصفوف تاعي في صندوق عفوا في صحن التقديم. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تنال اعجابكم ورضاكم، فضلا وليس امرا دعموا القناه تاعي بجيم كومونتير واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وبالنسبه اللي جربوا وصفاتي حطوهم في الجروب تاعي شغل فيسبوك لو موند دو بيبا بيباتو. نتمنى ان شاء الله ان وصفاتي تكون نالت اعجابكم ورضاكم، من فضلكم دعموا القناه تاعي لاني محتاجه للدعم تاعكم. بهذا نقولكم تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم ووليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. ربي يلاقينا في ساعة الخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.